سلام البنات والدراري، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا كلشي بخير. اليوم فيديو جديد على قناتي، وكنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم العجينه ديال الخبز ديال الفراح ديال العواد. غادي نحتاجوا 3 ديال الزلايف ديال الفينو، 3 ديال الزلايف ديال الفورس، وجوج ديال الزلايف ديال كومبلي، وشويه ديال الملحه، والماء والخميره تنفع. درنا فيها شويه ديال الماء سخون، شويه ديال معلقه ديال سنيده، جوج معالق ديال الخميره فوريه، وفيها واحد معلقه ديال سنيده والماء سخون، وخلينا داك الخميره واحد المده ديال 5 دقائق، وعاد بدينا دابا كنعجنوا. اليوم بغينا نشارك معكم الخبز ديال الفران ديال العواد. دابا البنات غادي نخليوها واحد المده ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، عاوتاني غادي ندلكوه مره ثانيه. دابا البنات من بعد ملي دازت ديك 10 دقائق، دابا غادي ندلكوه مره ثانيه. هذه هي طريقتنا ديال العجينه. حتى الخبز كيجي مرخوف وما كيجيش قاصح. صافي دابا غادي ندلكوه دابا وصافي، غادي نخليوه يخمر. صافي دابا غادي نخليوه دابا يخمر ان شاء الله ونطلقوه. صافي البنات دابا الخبز ديالنا تخمر، الخبز ديال العواد البنات خاص يكون التكريسه ديال الخبز خاص تكون رقيقه شويه، ما تكونش غليظه. صافي البنات غادي نخليو دابا فوق الطابله حتى يخمر، غادي نخليو واحد المده ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، وديك الساعه غادي نقرصوا الخبز. دابا البنات ارتحت، دابا العجينه واحد 5 دقائق، خلينا واحد 5 دقائق، ودابا غادي نقرصو. والعجينه ديال الفران ديال العواد خاص تكون الخبزه تكون خاصها تكون رقيقه. دابا البنات شعلنا الفران، الله ينجينا ونجيكم من النار. صافي دابا غادي نطيبو الخبز وهانتوما معايا. يلا دابا البنات غادي نطيبو الخبز. تجي الخبز ديال العواد صحي.
راه الخبز ديالنا طاب. يلا غادي نشارك معكم عطيني خبزه ثانيه. وما تنساوش البنات اللايك اللايك. وشاهدوا الفيديو حتى الاخر البنات، واللي شاف الفيديو ديالي دير ليا لايك لايك، ما تنساوش فضلا وليس امرا. شكرا لكم كاملين. اول بنت الخبز ديال الفرح سخون ها برح مصطح الفرح. صافي دابا البنات غادي نستمروا في الطياب ديال الخبز ونتلاقاو البنات في الشكل النهائي. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا كيفاش كيجي. قطعهم عليهم قطعي كيجي خاوف من الداخل ورائع. ها كيفاش كيجي الخبز ديال العواد. وشكرا لكم كاملين سواء البنات سواء الدراري اللي كاينين في القناه ديالتي. شكرا لكم على الكومونتات اللي كتخليو ليا، شكرا على اللايكات اللي كتخليو ليا، شكرا لكم كاملين. اللي شاف هذا الفيديو ديالي دي يعمل لي واحد اللايك. شكرا لكم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو جديد ان شاء الله. يلا بالسلامه.